إنشاء قاعدة متينة للآلات والمعدات في المجال الفلاحي حتمية بالتوازي مع البرامج الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الحكومة في هذا السياق الاقتصادي. وبالحديث عن مشاريع إنتاج الحليب المعلن عنها مؤخراً، تبرز الصناعة المحلية من هذا العتاد. العتاد هذا لتخزين الحليب ولو في زيادة مستمرة، وذلك لفضل المجهودات التي تقوم فيها الحكومة في هذا السياق. نسيو نواتبو الوتيرة ونزيدو لابروديكسيون تاعنا، نسعاو لتحقيق طلب عبر التراب الوطني. مضاعفة الإنتاج المحلي من مضخات المياه بالتزامن مع جملة المشاريع الفلاحية المنطلقة سيما بالجنوب، خطوة تأتي بأهداف من شأنها تحسين عمليات الري والزراعة والإنتاجية. مع توجه الجهدي تاع الدوله للفلاحه، رانا اون سو باز كثر على المضخات اللي متوجهه للفلاحين، ماشي غير نبيعوا لهم، ما ندير لهم مرافقه ميدانيه سواء في تكوينات ولا استشارات في كل منتوجات. والحمد لله انا نتاملوا ان توقعوا باللي البيع راح يزيد. الحدث الاقتصادي يشهد متغيرات مهمه متعلقه بتقليص الاستيراد واخرى مرتبطه بمضاعفه الانتاج، والمسؤوليه تقع ايضا على عاتق الفاعلين بالقطاع الفلاحي، تبدأ بتطوير المكننة الزراعية المحلية لتقودها طاقات بشرية مؤهلة.